سارة في دبي، قصة نجاح بطلها طفل عمره 12 سنة، الله يحفظه إن شاء الله، من فلسطين. نسيم من فلسطين موهبة عمرها 12 سنة وحابة حابب إنه يوصل صوته للعالم. التزامه بتطوير موهبته وإيمانه وثقته بنفسه وصلته إنه يبدأ مشواره الفني ولو بخطوات بسيطة من مسرح برنامج مواهب محلي إلى دبي. خلينا نشوف سوا هذه الرحلة. انتظر هذه المفاجأة. مشاهدينا، نسيم معانا في الاستوديو، كمان معانا سارة اللي ساهمت بشكل كبير في تحقيق حلم نسيم. أقول لكم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا نسيم، مو بس في دبي كمان في صباح الخير يا عرب. يا هلا فيكم، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. سارة، أنت اكتشفتي موهبة نسيم صحيح؟ لا لسه، أنا قبل ما أحكي عن الاكتشاف، أنا كل ما أشوف الفيديو نفس المشاعر، يعني ولا بحس إيش هي المشاعر؟ لما المفاجأة، لما عملنا المفاجأة لدبي، بحس كأنه لسه أول مرة، بعدنا بنفس اللوكيشن وبعدنا يعني نفس التوتر. وإنت نسيم إيش حسيت؟ أنا حسيت في قلبي، يعني مش متوقع إنه أنا أجيت على دبي. أنا حلمي بقى إنه طلع تركيا بس لغوها، الله جاب سارة أجت على دارنا يا عبيتي. شافت كل مهمة عندي، وراحت، يعني هي صوت لكل إشي عني أطلع على دبي. وليش بالنسبة لك نسيم مهم إنك تيجي دبي وتغني؟ تحب قد كذا الغناء؟ بحب. كيف عرفت إنك تحب الغناء؟ أنا وأنا بقرأ في المدرسة، بقيت في البيت، أجا أبي وأنا أدندن، أجا أبي علي قال شو بتسوي ولد؟ بقول له بدندن بغني. مسكني أبوي ودني على المدرسة قدام الطلاب والمعلمين، طلعت أغني وفي أستاذي أخذني على راديو قدمت فيها، أي غنيتي أنا صرت مشهورة. يعني كلهم حبوك يا نسيم، كلهم، يعني بداية من البابا اللي شجعك أنك تروح تغني في المدرسة، والمدرس اللي شجعك تغني في الراديو، بعدين سارة اللي اكتشفتك وطلعتك في البرنامج. والاحترام إلها. إيه؟ الله يسعدك سارة. أنت برنامجك يساهم في تحقيق الأحلام للموهوبين، فقولي لنا إيش الهدف وكيف اخترتي نسيم، كيف لقيتيه؟ أنا بدي أبلش في البارت الأول. هلأ بالنسبة ليش اخترت البرنامج، خلينا نحكي بالأول، العالم السنة الماضية كان محيط باكتئاب شديد، فهذا الاجتهاد كان under table، تحت الطاولة. يعني نعمل مواهب بنشتغل، بس ما عمرنا أجهرنا وحكينا عن المواهب هاي، منساعد الناس، مؤسساتنا، بعلاقاتنا، بس حسيت إحنا بحاجة لهنت داخل الشباب جوانا to inspire، لنشجع الناس إنه يلا، وبحاجة إحنا لإيجابية كنا. فبرنامج زي هيك أنا متأكد إنه راح يحفز كتير شباب سواء بعمري أو بعمر نسيم إنه يتقدموا. صحيح. نسيم، خلينا نتكلم عن نسيم. نسيم، أنت كل الناس تحبك وكل الناس بتقول انه صوتك حلو، وغنيت في دبي مول وكل الناس بتصورك سوريز وانشهرت ما شاء الله. ان شاء الله. طيب يلا سمعنا صوتك. يا بحبك يا سارة بحبك، يا سلام، والحب جنان
والله جنان يا ولي مطيب قلبك حب وحنان حب وحنان يا صراين تباني قلبك غالي قلبك غالي يا مسهرتي كرمالي هالليالي هالليالي بحبك يا صار بحبك والحب جنان والله جنان يا ولي مطيب قلبك حب وحنان حب وحنان. برافو. شوف كل الناس صفق لك هنا برافو. بس هذه سارة أنا ولا سارة هي؟ انت والله انك والله في شقاوه من نسيم انا شايفه. طب نسيم انت كنت تحلم من قبل انك حتيجي دبي وتسجل صوتك في استوديو احترافي؟ كنت تحلم؟ انا عندي سؤال. انت عندك سؤال؟ قول. انا بشكر استاذه ساره. بقيتش أنا بدي أطلع دبي بس الأستاذة سارة أجت حضرنا ودعمتني ووقفت جنبي وكل شيء. بس في أنا بتعلم في فلسطين عند معهد بتدرب في عود وفي بتدرب في مركز سكاي ساوند. أوكي. طيب وين السؤال يا نسيم؟ نعم؟ وين السؤال؟ اديني السؤال. وين السؤال؟ انت قلت انا عندي سؤال، وين السؤال؟ انا سؤال؟ سؤال انا بس بدي احكي اني بحبك وانت الثنتين. الله يسعدك. انا بس بدي احكي شغله. نسيم مش ساره اللي وصلتك دبي، صوتك اللي وصلك. صحيح. ساره وغير ساره، انا كنت ممكن اداه بس صوتك الذهبي حكيت لك اياها هو اللي وصلك دبي، وان شاء الله بوصلك لمرتبة عالية يا رب. وأنا بتمنى لك حبيبي قدام الكل أنك توصل. أسلامي. إحنا يعني كل واحد مهم أنك تحلم دائما نسيم، يعني أنا ما أبغاك توقف حلم، يعني مو عشان أنت جيت دبي وسجلت صوتك معناته خلاص، احلم زيادة لأنه كل ما تحلم كل ما أنت توصل لهدفك أكثر. صحيح. أنت حلمت أنك تيجي دبي، سارة ساعدتك تيجي هنا، صح؟ صحيح. وأنت حلم ثاني أنه طلعت على صباح الخير يا عرب، في حلم ثالث نفسك فيه؟ انا حلمي اني اقف على مسرح. اوكي. انا بقيت واقف على مسرح، بقيت اغني واغاني يعني شعبيه. في احد معين نفسك انه يكون معك على المسرح مثلا يغني معك جنبك او جنبك؟ الحين بقيت واقف على المسرح ولو فيديو بنزل من وراي. ايه مسكتني استاذه ساره. اوكي. ودتني هنا وطلعنا انا وياها ورا هي اللهجه واللي هي الطياره بتطلع. بس انا لما شفت الطياره خفيت. خفت. ما سمعت انا حكيت شعوري اني بدي اسافر، ما طلع يعني حسيت ان شعوري بدي اسافر راح من الخوف. طيب أنا سمعت إنه أنت عندك حلم إنك تبغى تقابل محمد عساف. صحيح. إيش تحبه؟ أنا؟ إيه. ملايين. نفسي أشوفه. طيب لو هو بيتفرج عليك دحين في هذه اللحظة طالع في الكاميرا هنا، أوكي؟ وأرسل له رسالة، قل له شيء أنت نفسك تقول له، يعني لو اعتبره قدامك، إيش تقول له؟ أنا نفسي أشوفه. يعني كلمه بدي أقابله. هو هنا دحين بيشوفك على العدسة. إيه. كلمه. عم بتطلع عليك. أنا بدي أقابلك، نفسي أشوفك، يعني وأنا صغير نفسي أقابلك، يعني وأنت يا رب إني أشوفك. بتحبه كثير ها؟ بنحبه، مو العالم كله بتحبه مش أنا بس. طيب أنا أقول لك شيء، أنا وفريق صباح الخير يا عرب نوعدك، أوكي، إنه إحنا نحقق لك هذا الحلم، إنك أنت تقابل محمد عساف وهو حيكلمك اكيد، نضمن لك هذا الشيء واحنا نحقق لك هذا الحلم. عندك ساره اللي جابتك دبي وفي ساره اللي خلتك تقابل محمد عساف. تمام. ان شاء الله تكبر وان شاء الله بس ايش تتزوج واحده اسمها ساره. تذكرني انا ايه تتزوج واحده اسمها ساره عشان تكمل المسيره. إيه؟ هي ساره ظبطتي ساره ظبطها معك. طب تغني لنا شيء شعبي. ايه
بس دحية عادي هيك. يلا تحبه اللون شي تحبه. يلا يا سارة يا أغلى الناس هلان وهلان والله بحطك على راسي هلان هلان يا سارة هو فيها هلان هلان بترحب بضيوف عينيها وهلان وهلان يا سارة تحرق الدنيا بنار هلهان هلهان. برافو يا نسيم، احنا جدا سعيدين ان انت موجود معانا وقصتك كثير حلوه، وان شاء الله كل الشباب يشوفوك ويصير انت حلمهم انه هم حلمهم انه يصيروا زيك. فنتمنى لك كل التوفيق، وساره الله يوفقك كمان انك تكتشفي مواهب كمان زي نسيم ونشوفهم يكبروا وينجحوا ان شاء الله كمان. شكرا لكم. انا حروح عند رأفت لانه اليوم حنتكلم عن اوكي يلا. انتظر هذه المفاجأة.